شو بك عم ضحك؟ تذكرت أول مرة تعرفنا فيها على بعض. سوري على هذاك النهار عن جد. يعني بتعترف أنه تصرفت مثل مثل الدب؟ مش هيك بدك تقولي؟ يعني كنت رح استعمل كلمة ألطف شوي. anyway أنا وصلت، ما كان ضروري توصلني على الباب يعني. ماني مو طيب. بونوي بونوي. بونسوار. وين كنت وليش تأخرتي؟ هلأ بيجوا على البيت؟ ماما تأخرنا عند جينيفر. طيب أنا صار لازم أمشي. بيكون أحسن. مام أنا طالعة نام. تأخرتي ترجعتي امبارح. كنا عن جينيفر. كيف أيو رمزي؟ كتير منيح. شو سيس؟ رادي للمدرسة اليوم؟ كتير. وبطنك صارت أحسن؟ ايه أحسن. ايه عال حبيبتي. شو عمرتو عند جينيفر مبارح؟ قعدنا وحكينا. والشوفور الجديد كيفه؟ منيح؟ كتير منيح. بعرف ليه عم تسألي. ما زلت تعرفي ليه عم بسأل؟ فيي أعرف شو كان عم يعمل معك مبارح عند جينيفر؟ كان معك عند جينيفر؟ كان عم بيوصلني لعند جينيفر، لأنه هيدا شوفر وهي شغلته. ما زلت بتعرفي إنه هي شغلته كتير منيح، فإذا بدي إنه الموضوع يضل هون مش أكتر. شو هالحكي شيرين؟ في أعرف شو هالخشبوشية بينك وبينه؟ يا مام بليز. بعدين ست جينيفر بنت خيك كتير كول، عملت لهم تشيز اند واين. مظبوط اللي عم تقوله امي؟ بابا كنا ناطرين رمزي وفادي رفيقه من هني وصغار، انه شو بقول له انطرنا بالسياره يعني؟ بعدين جينيفر هي اللي اصرت انه يطلع مش انا. ايه سمر معها. بعدين ما بعرف يعني انت ليش مكبري هالموضوع؟ انا ليش مكبره الموضوع هيك؟ لانه في اشياء مش عاجبتني، مثلا موضوع خطبتها هي وكريم. رجعنا لهذا الموضوع ماما؟ ايه رجعنا على هذا الموضوع. ولك حتى اهله مش عارفين. امبارح حكيت بيو. عم تحكي مع اهله؟ لا 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 ما في لزوم تحكي مع اهله. ولعت سينتيا انت ما تعلمي. ماما انت غريبه، في افهم ليه؟ لانه هذا مستقبلكم وفي سمعتنا بتدق. عمي كل الناس يعني بتخطب وبتترك، يعني هذا شيء طبيعي. بعدين ست سمر في اعرف شو كان عم بخبرك امبارح بس وصلك؟ عن جد سمر؟ في شيء بينك وبين الشوفير؟ انت سكتي احسن ما انا احكي. تحكي شو؟ ماشي عم بمزح طالع على الاوضه.